هذا بقصد ليش الولد بقعبو برازيلي جيب الحرية تحط الماكلة الله مية كلها شايب غير كل ولا خاطر مكس باسل يعني شو 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 هاج 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 وثاني هاج هذا باسل شي حاجة البسالة هذه بقرة بقعبو برازيلية وشي واحد ديك السابة كيديرو فيها زعما كيربطو بقدر في الكوري ولا هذي عندك تشريت بكره هذه وتربطها في الكوري عزب ولادك ولا مرتك ولا امك ولا باك وما كيتفاهمش وما كيرضاش صحاب راسك تقول انا ناخذ هذه البكره ندخلها للرحبه قلب لها سنانها وقلب لها عينيها وقلب لها كرشها وقلب لها قزيتها اتونسيون اتونسيون الكسابه اتونسيون اتونسيون الكسابه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن كنتمنى خوتي المغاربه كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم خوتي المغاربه الموضوع ديالنا غادي نهضروا على البقر. كاين الفرق البقر ديال المغرب البقر ديال المغرب سميتو بقر ديال ولد عباس والبقر ديال البرازيل سميتو ولد بوكعبو. عندك صحاب راسك هذا هو البقر المغربي هذا البقر البرازيلي وما كيتفاهمش وما كيرضاش صحاب راسك تقول انا ناخذ هذه البقره ندخلها للرحبه نقلب لها سنانها ونقلب لها عينيها ولا نقلب لها كرشها ونقلب لها قزيتها اتونسيون اتونسيون من الكسابه اتونسيون اتونسيو من الكسابه. تقول زعما دخلت بكره دخل الرحبه ولا شي حاجه يجي واحد يقلب لها قزيبته هذا البقر ما تيرضاش هذا البقر سميتو ولد بوكعبو برازيلي. كاين الفرق بقر المغربي بقره ديال ولد عباس وكاين بقر برازيلي بوكعبو. بقره ولد عباس دريويشه قلبها من عينيها قلبها من الكرشه قلبها من قزيبته قلبها من رجليها عاد شريها ماشي مشكل. ولكن هذه البقره هذه لا بغا يدخلها الرحبه ما تقولش عندها دخلها بحال هكا نطلقها ونقلب لها قزيبتها ونقلب لها اتونسيون. وشي وحده كسابه كيديروا فيها زعما كيربطوا البقر في الكوري ولا هذي عندك تشريت بقره هذي وتربطها في الكوري يا عزب ولادك ولا مرتك ولا امك ولا باك ولا الناس ولا عائلتك اللي ساكن معاهم معكس وباسل هذا البقر هذا باسل شي حاجه البساله هذا البقر بوكعبوب كتبغي الحريه تحط لها الماكله ما كترضاش تاكل حتى تبغي تاكل هي على خاطرها ولا طلقتها وسط المدينه وهذيك المدينه كانوا الناس مريحين في القهوه وشي ناس مساكن كبار شراف وهذي اعزي فيهم. المهم طلقتها في شي مدينه وكانوا فيها البشر عزي في شي خمسه الله يعاون الله لا بقاو حيين بالرب. وانا عارف هذا البكر هذا ما كيرضاش هذا البكر هذا سوفلي وباسل السوفل ديال بصح ما تيعياش كيجري كيدخل بنادم الله يعاون كيما كان نوعه ما تعرفش هذا راه ولد عمتي ولا ولد خالي ولا ولد صاحبي ولا هذا هذا البكر هذا كيدرب هذا راه ماشي مالينوا ولا بيتبول ولا ستاف ولا بيرجي يطلق وسط المدينه يتخلع منه واحد ولا جوج الا طلقتها وسط المدينه غتشوف الفراخ وبي بي والباشار غادي كلشي غادي يهرب ما كتعرفش هذه ولد صاحبي ولا ولد عمتي ولا ولد خالتي جات فيك غتدرب عليك. هذه البقره باسله باش نقول لك واحد القضيه ما كترضاش ومع احتراماتي خوتي المغاربه وكنتمنى الرساله ديالي تكون وصلت. هذا البقر هذا ما كيتيقش ديروا اتونسيون منو اخوتي المغاربه وتحياتي اخوتي المغاربه اللي هما داخل الوطن وخارج الوطن مع اخوكم نور الدين الشينوي اخوتي هذا هو المغرب.